مصرع إبراهيم رئيس حسب الواشنطن بوست شكل فترة من الغموض وأدى إلى تسريع عملية انتقال السلطة في إيران. واستبعدت الواشنطن بوست أي تغيير جوهري في مسار البلاد، فرئيسي كان بمثابة منقذ أو منفذ عفوا لأوامر خامنئي وليس فاعلا مستقلا بذاته حسب ما نقلت عن مسؤولين إيرانيين. ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن المرشد الأعلى علي خامنئي قد يسمح لرئيس أكثر براغماتية واعتدالا بتشكيل حكومة جديدة أقل إيديولوجية بهدف تخفيف التوتر داخليا وكذا خارجيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين أن طهران باتت بحاجة ماسة لضخ دماء جديدة في الحكومة وإطلاق سياسات جديدة للخارج، ما يبرر تكليف علي باقري كبير المفاوضين لديها بقيادة الدبلوماسية الإيرانية بعد عبد اللهيان. خلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاما والذي يمر بوضع صحي صعب العائق الأكبر حسب الواشنطن بوست، وتكهنات حول الأسماء لا تعدو أن تكون قراءة في الفنجان حسب ذات الصحيفة.